أنا عزة فهمي، فنانة من مصر. أهلا فوق أريبيا. أنا هنا عشان أكلمكم على كتاب خاص برحلتي اللي أنا مشيتها وقررتها وأنا المسؤولة عنها. لما بديت أكتبه قلت وأنا هكتب كتاب ليه؟ أنا هكتب كتاب عشان أعرف هو أنا مين. فافتكرت طفولتي، افتكرت أبويا. من وانا قد كده اتغرس فيا، يمكن عايز اقول مصر او التاريخ والعوايد وحاجات كتيره كان السبب فيها ابويا. درست انتيريور ديزاين وتخرجت منها. بعدها قررت ان انا اغير الكارير بتاعي. لقيت كتاب، والكتاب ده تقريبا كان بكل ما هيجي. ما ترددتش لحظة ان انا اشتري الكتاب، لان ساعتها كنت متأكدة ان الكتاب ده هغير لي حياتي. فابتديت رحلة اللي انا بسميها البحث عن الذات، وعشت 20 سنة في خان خليلي والساغة، من امتع الاوقات اللي قضيتهم في حياتي، لان انا اتعلمت الصنعة وحسيت وابتديت اشتغل وبيع قطع صغيرة لأصحابي. كان دايماً عندي منهجية وأسلوب في أن أنا أعرف وأثقف نفسي بالنسبة للحلي. يعني عايز أقول لكم أن أنا شطبت على المتحف المصري، وشطبت على المتحف الإسلامي، وشطبت على المتحف القبطي. بعد ما خلصت على العالم العربي قلت لا، لازم أطلع برا، لازم أروح الهند، ساوث أمريكا، أشوف المكسيك وغواتيمالا فيها إيه والناس دي بتعمل إيه. لأنه أنا رأيي إن الفنان كل ما بيوسع دائرة معارفه كل ما بيبقى أقوى وبيبقى منفتح أكتر وحر في تصمماته. أعتقد إنه كون إن أنا سينجل مادر ومسؤولة من بنتين في حياتي، كنت بحس إن أنا لازم أديهم وقت وأغرس فيهم الحاجة اللي أبويا غرسها فيهم. حسيت كده إن أنا عندي تجربة أحب إن أنا أقولها للانتربرنور، الناس اللي طالعين يعملوا مشاريع، وقلت يمكن الكلام اللي هيقروه ده يبقى مفيد لهم او يبقى في حاجه هيستفادوا منها. فكتبت المشوار الطويل اللي انا عملته، واي هوب ان هو يفيد حد في مكان ما من العالم. هبقى مبسوطه.